الدورة هذه كما قلنا كانت عندها واحد ارتباط قوي بهذا الرجل سي أحمد الزعري، الرجل اللي عطى شيء الكثير للفن والفنانين المغاربة، الرجل اللي كيستحق منا كل تقدير وكل احترام. فاحنا أول حاجة عملنا هذا المهرجان على أساس أننا نحتفيوا به، وكذلك نحتفيوا بعدد كبير ديال السينيفيليين وعدد كبير ديال المخرجين الشباب، من خلال أننا غادي يتم عرض 11 فيلم قصير في مسابقة اللي غادي يكون لجنة التحكيم ديالها من رأسها الأستاذ ديالنا السي كريمو الدرقاوي، الراجل اللي تبارك الله عطى شيء لكثير السينما والتلفزيون، كذلك صحبة الفنانة نسرين الرادي الفنانة المتألقة، وصحبة كذلك الأخ جلالي بوجو عضو مكتب الجامعة الوطنية الإندية السينمائية. فما يمكننا إلا أننا ننوهو بهذا الراجل، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى ربي يجزي عليه الرحمة والمغفرة. غادي يكون عندنا كذلك ماستر كلاس مع الفنان المتألق فتح النقادي، غادي يكون عندنا كذلك مع الفنان المتألق سي محمد مفتاح، غادي يكون عندنا الورشات من أجل الشباب ديالنا، الشباب اللي مراهنين عليه على أساس أنه الحمد لله يطور الأداء دياله في الإبداع السينمائي والتلفزيوني، على أساس أنه يكون هو القدوة الحسنة في هذا الوطن ديالنا الجميل. فحنا فاتحين المجال لهاد المخرجين الشباب، من خلال أنه غادي يتم كما قلت لكم عرض 11 فيلم، كاين كذلك عروض ديال بعض الافلام الطويله، ومن ضمنها تاكسي ابيض وعايده ديال المخرجين سي منصف مالزي وكذلك سي ادريس المريني. هذا تقريبا هادو هما الجديد اللي كاين في هاد الدوره، هاد الدوره اللي هي محتفين بها بزاف، كذلك بواحد الفنانه اللي عطات الشيء لكثير اللي هي الاستاذه جميله شريق، وكذلك الفنان العالمي اللي الصيد ديالو الحمد لله كتضرب به مثل في امريكا، هو الفنان المتالق الفنان الكبير اللي شرف المغرب وشرف المغاربه، الا وهو الاستاذ اسماعيل ابو القناطر. شكرا لكم. معكم ناديه الصعري بنت الفنان المرحوم الحاج احمد الصعري. اولا كنبغي نشكر مدير المهرجان السي عبد الحق مبشور على هذه البادره الطيبه، اللي اول تكريم مورا الموت ديالو من بعد 3 سنين، كنبغي نشكرو بزاف. لهاد التكريم كان مبرمج قبل ما تكون الجائحة، قبل ما تكون الجائحة تلقينا بكل فرح، وكنشكرو بزاف على هاد البادرة الطيبة ديالو. السيسي ماسي هو اللي عمل الإعداد ديال الكتالوج، والحمد لله الإخوان ديالنا كلهم اللي عملوا خفاء، شكرا امتنان للجميع، الله يجزيهم بخير والله يكثر خيرهم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.